سعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحارية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن تحديات مهرجان المؤسس الذي ينطلق في ثاني أيامه الخاصة لسن الحقائق. ينطلق على بركة الله سابع الأشواط، وهو شوط مخصص للأبكار من مسافة 4 كيلومترات. نتابع المركز الأول ومقدمة هذا الشوط في هذا الاندفاع الكبير عبر قناة الريان الفضائية. نتابع انطلاقات ميدان الشحانية في هذا السن، سن الصغار. نتابع مقدمة الشوط والمركز الأول في هذا التحدي. ندى للسيد عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري ينطلق في المركز الأول، بينما المركز الثاني نتابع القادمة والمنطلقة مع ثاني المراكز وثاني التحديات في هذا الانطلاق مع المركز الثاني. من الجانب الآخر نتابع الوصول من قبل مضمونة للسيد فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري يتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث تأتي مشاهدي الأعزاء مزون شعار بن قطفة محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتقدم في المركز الثالث، بينما المركز الرابع ناخذ المركز الرابع ونتابع القادمة مشاهدينا الكرام. تصل قناة على السيد عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الإحبابي يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس ننتقل مباشرة المشاهدين الأعزاء لنتابع القادمة على مستوى المركز الخامس شعار بن قريعياتي في هذا التحدي الكبير وفي هذا الأداء الجميل. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى المذاعة في هذا الشوط، ونعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع المركز الأول. هذه ندى عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوع المري يتقدم على أول التحديات، ينطلق ويندفع إلى نحو ناموسي هذا الشوط، ولكن الدخول في هذه اللحظة نتابع مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتدخل إلى المركز الأول من خلال تواجد مزون، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر تصل في هذه اللحظات مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري، بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء على مستوى المركز الرابع. من الجانب الآخر الوصول والتحدي مشاهدينا الأعزاء من قبل قناة على السيد عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الإحبابي يتقدم في المركز الرابع، المركز الخامس، خامس المراكز وخامس المنطلقات في هذا الشوط. نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الأعزاء شعار الصعاق سالم بن راشد بن سالم الصعاق المري يتقدم في المركز الخامس مع غاية. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى. نعود مباشرة إلى التحدي، إلى الانطلاق المميز، إلى هذا الأداء الكبير. مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري يتقدم في المركز الأول، ولكن القادمة مع المركز الثاني هذه مشاهدي الأعزاء مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري في المركز الثاني، وشعار الصعاق هنا قادم بكل قوة، ولكن قناعة عبد الله بن معيد بن مدغب الزايد الأحبابي على ثلاث المراكز. المركز الرابع غية تأتي في هذه اللحظات وتنطلق بشعار الصعاق سالم بن راشد بن سالم الصعاق المري يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس أرى القدوم قبل جمايل علي بن راشد بن سعد الفيدة المري، وكذلك الدخول من قبل تحفة للسيد حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم في هذه اللحظات في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى مع الانطلاق الأخير مع الكيلو المتر الخطير. يا سلام هذه التحديات، وأرى أسماء قادمة بكل قوة، ولكن نعود إلى ركب الصدارة لنتابع المقدمة. يا سلام، هذه مشاهدينا الأعزاء، هذه اللي على المركز الأول مضمونة فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري على البداية، ينطلق بالمركز الأول، ولكن الوصول من قبل مزون الخير محمد بن راشد بن علي بن قطفة المري، وهنا أيضا شعار بن قطامي يتدخل في هذا التحدي الكبير ليحضر مع قناعة عبد الله بن معيض بن مدغب بن زايد الإحبابي في المركز الثالث، ولكن نعود إلى البداية.
الله يا المقدمة. هذه مشاهدي الأعزاء مضمونة والفوز مضمون، إن واصلت مضمونة إلى هذا الأداء الكبير. هذه مضمونة مشاهدي الأعزاء تتألق وتتواجد في البداية للسيد فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري، ولكن القادمة قناع علي عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي يتقدم في المركز الثاني. هذه مشاهدي الأعزاء قناعة غيرت إلى المركز الأول، إلى الفوز، إلى الناموس. سلام يا الأحبابي، سلام سلام يا قناعة، سلام. عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي مشكور يا ابن قطامي من قدم لنا قناعة، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز المركز الثاني. مضمون اللي فهد بن سالم بن عبد الهادي البحيح المري المركز الثالث. جاءت في مشاهدينا الكرام الضبيلي ناصر بن سعود بن حمود آل شافي المركز الرابع. كان الوصول مشاهدي الأعزاء من قبل مزون محمد بن راشد بن علي بن قطفه المري المركز الخامس. جاءت في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل انذار المبارك بن محمد بن قطام الفيدة المري. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس لمال قناعة عبد الله بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي، مشكور يا ابن قطامي من قدم لنا قناعة بتوقيت وقدر 6 دقائق 3 ثواني في جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل المضمونة اللي فهد بن سالم بن عبد الهادي آل فحيح المري، قدمت أداء وعرض يشكر عليه 6 دقائق 5 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت في مشاهدي الأعزاء الضبلي ناصر بن سعود بن حمود بن شافي آل شافي، وتوقيت الزم 6 دقائق 5 ثواني 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.